السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفيق للجميع إن شاء الله بدأ السباق قوي جدا للغاية سباق 100 متر حواجز زي ما احنا شايفين نيجيريا في المقدمة نيجيريا في المقدمة البطلة العالمية الذي حققت المدينة الذهبية في بودابست الله على القوة والسرعة والتحمل زي ما احنا شايفين بالتصوير البطيء بطلة قوية جدا عملت زمن قوي جدا 13 زيرو ثلاثة رقم قوي جدا في الدور قبل النهائي في سباق 100 متر حواجز السيدات البطولة الأفريقية بالتوفيق للجميع إن شاء الله لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق مع تحيات كابتن وليد عبد الغني زي ما احنا شايفين الرشاقة والقوة يا سلام على الإصرار والعزيمة في هذا السباق هي بطلة قوية جدا بدون منازع نيجيريا هي حاملة اللقب العالمي في سباق ال 100 متر سيدات بالتوفيق للجميع ان شاء الله النتيجه النهائيه المركز الاول نيجيريا 1303 المركز الثاني 14 المركز الثالث 14